كوكو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. ما شاء الله. الو قطه يا كوكو. قطه يا كوكو. مياو مياو. ما شاء الله. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. الله اكبر. ان شاء الله. انا نفسي ما اعرفش اعمل التصفيره دي يا جماعه. الله. الو السلام عليكم. الله اكبر. مياو مياو. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا استاذنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لك وحش والله يا غالي. مبسوط جدا يعني ان انا بشوف حضرتك يعني في حلقه جديده على قناتي بفضل الله، وطبعا مكان حضرتك ومكانكم جميعا باذن الله. يعني معاكم النهارده جزء جديد، يعني ما شاء الله زي ما احنا شايفين في انواع جديده من البغبغانات، صح كده يا استاذنا؟ اه وليك الكبير بينا. اه ما شاء الله. في يعني برده تشكيله يعني انواع ثانيه اخرى برده هنتكلم عن كل ما يخص البغبغانات بفضل الله تعالى مع استاذنا الكبير استاذ يوسف. نور مكانك دايما يا غالي. الله يخليك. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك، ما تنسوش تذكروا وتفعيل زر التنبيه عشان بفضل الله توصل لكم فيديوهاتنا اول باول، ولايك وشير للحلقه لو بيعجبك محتوانا، ونتوكل على الله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انت الحمد لله انت جيت في التوقيت ده اسلام. على راسي. موسم البغبغانات وتفريخ البغبغانات ما شاء الله يبدا في الشتاء، بنبتدي نجهز من شهر 11 لغايه ما ربنا يرزق بقى في شهر 12 1 2. فانت جيت اليومين دول في موسم زغاليل كتير. الحمد لله. الدور الهندي والامريكي والزنجبالي، فهفرغك دلوقتي على شويه مجاميع كده زغاليل بمختلف اعمارهم ما شاء الله، والتاكيد ده وازاي للناس اللي بيسالوا من عمر 8 ايام هوريك لغايه ما يسن ال 40 يوم ما شاء الله. استاذن حضرتك اتفضل. والفطام برضك هقول لك ازاي كل نوع بيبقى بيختلف عن ما شاء الله. حلقه ان شاء الله ضرب نار ان شاء الله النهارده مع استاذ يوسف بكل التفاصيل عن تربيه البغبغانات ان شاء الله تعالى. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناكل الزغاليل واوريك. اتفقنا. على بس استاذن حضرتك يعني قبل ما نبدا اتفضل. الانواع اللي معانا دي ايه يا استاذنا؟ طيب حاجتنا بس ال دون هنا ده تمنه. بغبغان التمنه ده التمنه ما شاء الله. الله اكبر. هيختلف عن الزنجبالي، محدش يتلخبط منه وبين الزنجبالي. معلش الزنجبالي اهو اهو هنا ما شاء الله. ده حجم وبيختلف لفه الراس. خد يا كوكو ما شاء الله. الله بيختلف اهو حجم ربنا من هنا لفه الراس ما شاء الله مختلفه. والحجم برضه يعني هنقرب ده من ده. بصوا يا جماعه ما شاء الله حصرتك كلها عند استاذ يوسف. بص يا جماعه فرق واضح، والبق برده لفه المنقار. والعين الحجم عامه. هو فرق 8 سم. هنا في احمر. لا الزنجباري ده احمر. هنا تمنى لو انت قربت منه شويه نبيتي. داخل عليه الاسود. بس معلومه يجوز ان النتايه تمنى تديها ذكر زنجبار، هتطلع لك تمنى احجام كويسه ما شاء الله. يعني ما يطلعش هجين. لا بيطلع تمنى. لا تمنى تمنى والزنجباري زنجباري. ده ليه سعره وده ليه سعره. الله اكبر ما شاء الله. ده ايه بقى ده يا غالي؟ ده بغبغان يعني مظلوم في السوق عندنا شويه. بص الوان يا جماعه. ده حاجه اسمها لوري. الله اكبر. يعني سبحان الله في الواناته. بغبغان اللوري. بص الوان ما شاء الله، في احمر وفي ده اللون ده الفاتح ده اخضر اخضر. لا انا اللي على راسه ده عايز اقول ازرق بس زهري شويه ما شاء الله. عندها سنه. الله بتتكلم وبترقص ما شاء الله. بديك فيديوهات وهي بترقص معايا. كل الانواع اللي موجوده هنا استاذنا يعني بتتكلم صح كده؟ كل ما هو معقوف يا اسلام. معقوف. اتكلم ما شاء الله. بس بترجع للمربي. طول ما الطير يعني يدي اهتمام للمربي هيتكلم مع الاسترالي بيتكلم ما شاء الله. بيتكلم بس طبعا تبقى قدرات، مش هتجيب الاسترالي بيتكلم يبقى زي الزنجباري. فبالتالي يعني كل واحد بيتكلم على قده. يعني اللوري دي بتتكلم تقول على سلام ما شاء الله. انس محمد. كلامات على قدها صغيره كده بس هو ترديد، هو ما مش فاهم معناه. لا ده ترديد او بيرقص كده زي ما انت شايف. الله اكبر ما شاء الله. ده برضه بيتدرب عليه استاذنا. يحيى مدربه ما شاء الله. هم اخرهم يعني ايه في المكان كده ما حضرتك ما تروش حته بعيده. كله بريشو. بريشو ما فيش مقصوصين. فبالتالي ما فيش خوف. مش هيطير ما شاء الله. الله هنا اول ما ترفع طالما بص يا اسلام وبرضك هعرف الناس. اتفضل. طالما الطير رفع ايده كده خلاص ده كده في امان. رفع جناحه. لا رفع ايده. معلش يعني بص انا اهو بيرفع مش انا اللي باخده. ده كده امان. هو كده في امان عنده. لكن لو طار كده لا ده لا يبقى خلاص. انت شايف الطيور كلها واقفه ايه في امان. دي در امريكي. ده فلفل وفلفل. فلفل وفلفل. زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده الذكر عليته اسود. النتايه لا النتايه لا 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 الذكر
بيبقى عليه اسود كده اهو، والامريكي الحصان الحمر على بالكم. الحصان الحمر اللي هم فيه ما شاء الله بيحبوا استاذ يوسف جدا يعني. معايا من عمر 40 يوم. الاخضر بيبقى الايه؟ الامريكي بيبقى الخطين الحمر اللي فيه دول. ماشي؟ ما شاء الله. الهندي بيبقى اصغر منه طبعا في المقاس، يعني الحجم ولفه الراس دي غيره خالص. الله اكبر عليك يا استاذ ما شاء الله. قبل يا جماعه ما نكمل يعني بالمعلومات على البغبغانات، هنبدا بقى من اول الصفر ما شاء الله بالبغبغانات الصغيره. تمام. لسه الفأس وبالخطوه بقى التاكيل بتاعها كل المعلومات الموسم اللي احنا فيه دوت، عشان اللي خايف من التاكيل اليدوي ابسط مما يكون، يعني يحيى بياكد على بفضل الله من الصفر لحد الاحتراف مع استاذنا الكبير استاذ يوسف. دلوقتي يحيى هينزل يفتح الحضانه ما شاء الله، ايه الاصغر عمره اللي هي جنبي دي ما شاء الله. الله اكبر. السلام ان شاء الله. لو في كل ان شاء الله ربنا يبارك. الله اكبر. دي اعمار دي بغبغانات يا استاذنا. ده در هندي، وفي حاجه صن. الناس طبعا ما شافتش الصن وهو صغنن ابدا ان شاء الله. ده الصن ده صن كوني. صن كوني بغبغان. صن كوني ما شاء الله. ده عمره 20. الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. معايا برضك روز للناس اللي بتحب روز ما شاء الله. مع بعض يعني كذا نوع. في ناس بتحب ده وناس بتحب دوت، مش مشكله كله بيطلع. معلش يا استاذنا نقولهم مره ثانيه، ده هنا ايه يعني ناخدهم واحده واحده عشان اللي ما ركزش برضه. بسم الله. ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. در هندي اخضر ما شاء الله. اللي هو بيكبر يبقى زي ايه؟ لا بيبقى زي ده كده بس ده امريكي. ده امريكي. ماشي. ده السان كونيو. ده السان كونيو. ده الروز. ده روز بلو ما شاء الله. الروز ده اللي هو الصغير مش بغبغان. الروز اللي الناس العارفه العادي ده هيطلع ازرق، والراس هنا لغايه القفا هنا هيبقى ابيض. ربنا يبارك. عشان ناكل كده قبل الميه ما تبرد. تشكيله يعني جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله من البغبغانات. ده التاكيد اليدوي بتاع البغبغانات ما شاء الله. ده افضل سن للشراء يا استاذنا. امزجه يعني، انا هوريك اكبر. في ناس بتحب الاكبر، في ناس بتحب الصغير، فكل مربي على حسب. طب انا ليه حضرتك يوسف بحب العمر ده على راسي. بيبقى معايا عجينه واعمل فيه اللي انا عايزه. يعني دي الفايده من التاكيد اليدوي. لا فوائد التاكيد اليدوي بقى البغبغانات شرسه طبعا ما شاء الله. فاحنا بنتقي شرها بالتاكيد اليدوي، بتطلع هاديه. انت بالنسبه لها ابوها وامها. وغير طبعا برضو ايه يعني اتفضل يا غالي. التاكيد اليدوي يا جماعه ايا كان نوعه مصري مستورد، لا يبقى عامل زي الزبادي ولا عامل زي الميه. يبقى زي التخينه كده ماسك نفسه. تمام. عشان ما يكلكعش في بطن الطير ويقول لك هو ما بيهضمش ليه. لازم يبقى فيه سنه ليونه. تمام. طبعا السعر بيختلف من هنا لحاجات صغيره لحاجات الكبيره صح كده. العمر بيختلف ما شاء الله. مع النوع بقى. لو جبت حاجه كبيره زي كده يا استاذنا اعرف ادربه على الكلام اسهل من حاجات صغيره. يرجع للتدريب بقى من اول. هنا كان تدريبه ايه؟ لو هنا تدريبه اكله وخلاص واسيبه واتركه مش هيطلع حاجه زي كده ما شاء الله. لكن فلفل ده انا معايا من عمر 18 يوم النهارده الله اكبر 4 سنين. في كلام بيفيد في الكلام، بيفيد برضه في ناخد على حضرتك والدنيا. اللي عايز حاجه يسالني بعد الحلقه مش مشكله. ما شاء الله. الله اكبر. بص يا اسلام، من افضل الناس اللي ممكن يعني تتعاملوا معاها يعني عن تجربه يعني ما شاء الله. كل شيء وله طريقه في التاكيد يا دكتور. في ناس بتاكل بسن، في ناس بتاكل بالسرنجه، بس انا هقول كل عمر وليه استاذ ناكس. لا كل عمر وليه تاكيد يعني. اقل من كده في عندي حته دور هنا اهي ما شاء الله. دي 14 يوم او 13 يوم. كل ده هندي. هندي ما شاء الله. لازم اكلها بالسن لغايه بس ما تبتدي تبلع وتعتمد على نفسها وتقف كده براسها عاليه ما شاء الله. طيب تعالى اقرب شويه كده يا ام اسلام. اتفضل يا دكتور. بندخل من الناحيه اليمين بتاعت الطير اهو. اهو ما شاء الله. هو ده كده فاز بقى قد ايه يا استاذنا؟ ده 15 يعني 13 14 يوم ما شاء الله. باكله كام مره في اليوم؟ ده باكله 3 مرات 4 مرات ويستحسن كمان ما شاء الله. خلاص هيتملك في اليوم. العمر ده كده اهو ياخد 5 سم 7 سم. دي بلونه بس ما املهاش للاخر عشان يبقى يتنفس ويتحرك ما شاء الله. ماشي. ده كده السن. ده كده انا اكلت بسن. الله اكبر. هنأكل تاني بسن عشان الناس اللي عايزه تبص اهو. قرب معلش يا عم اسلام. اتفضل اهي اهو يمين الطير. ادخل في يمين الطير كده اهو كده اهو ما شاء الله. في اليمين مش الشمال؟ لا الشمال. لا عشان النار التنفس صح كده. الله ينور عليك ما شاء الله عليك يا غالي. العمر ده بياخد 10 سم من 7 ل 10 سم ما شاء الله. ده عمره نفس العمر اللي فات ولا لا؟ لا ده اكبر، ده معدي ال 15 ما شاء الله. وبيفضلوا ياكلوا لحد عمر قد ايه يدوي؟ 55 يوم الدوره الهندي. وبعد كده كل واحد بعد كده خلاص بقى ببتدي افطم. الله اكبر. اهو تاني يا عم اسلام. بص ما شاء الله عليك يا غالي.
التدريب على الكلام بقى استاذنا وانا باكله كده يعني. لا لسه بدي الجمل ماشي بالخطوه وان شاء الله. وازاي عنده له يجي كل الناس تاكل يده ويتعب معاه وفي الاخر حط الطير على ايديا على ايس ابن مطار. هي دي اللي بتواجه المربي في الاخر. ليه بقى هوريك ليه. ماشي الزبلوط ده هو ايه اتملى ما شاء الله عليك يا غالي. انا بوري مره بالخطاوي وحلها فيها الخلاصه ان شاء الله تعالى. يعني تدريب على الكلام ازاي تخليه ياخد عليك كل حاجه ان شاء الله من الصفر مع استاذنا الكبير. طبعا خاص بالتركيب بيعمل ايه سان كونيو اهو. بصوا يا جماعه بيفضل يهز كده محدش يخاف منه. هو بيفضل يهز يلعب سفرين الاسترالي غير الاي والاسترالي ساعات فرحان بالاكل ما شاء الله. لا هو كده اهو كده او مثلا بينزل اكل اكتر. لا 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 لا, لا. ما شاء الله. لكن هو لو على البغبغان او العصفور هو عايز يفضل ياكل. فالفكره حضرتك لازم اللي تبقى ايه يعني بتدي بقدر معين. الرز اهو هناكله عشان الرز ده بيبقى صعب شويه عشان حجمه رز صغير. انا بستسهل برضك في الرز باكله بالسمنه عجينه ما شاء الله زي ما حضرتك قلت لنا يعني على ايدك اعمل فيها اللي انت عايزه. احنا كده يعني من الخطوه الاولى منها كمان عشان ما شاء الله البغبغان يكبر عندك يبقى زي كده وقاعد والدنيا تمام مفيش اي حاجه. انا مش عارف انت شايف ولا من هنا ما شاء الله. لا تمام يا غالي وانت شايف من الضهر باينين من الوش ده عمر اكلناه. انا بنشوف حصريات على فكره يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. بص يا عم اسلام ده دور هنج برضه ما شاء الله بس طبعا حجم اكبر عمر اكبر. الله اكبر قد ايه مثلا يعني ده كده معاك من 18 يوم ل 22 23 يوم وفي 25 يوم. الله اهو فتح اخضر اهو كان ملبس وفتح اخضر ما شاء الله تمام. تاكل يدوي كل ده تاكل يدوي دول كانوا على نفس الاعمار اللي فات. طيب احنا كده خدنا اللي بالسن العمر ده المربي اللي هياخد جديد ما يستحبش بسن. ليه؟ انا اكلت 5-6 زغاليل في دقيقه ونص لكن دلوقتي لو انا هاكل فرد واحد او فردين اهو هجيبه كده اهو انا مسكته برضك بنفس الطريقه كده يا عم اسلام اهو بص بص ما شاء الله وسنه في سنه انا ايدي على الطير الطير بيحس بيا في تواصل بيني وبين الطير لكن السن مش هيخليني في تواصل. الله ينور عليك اهو دخلت في نص دقيقه اهو ده كده فرق بين دون والسن. السن ليه مرحله معينه عمر 15 18 يوم اللي هو ما بيعرفش يبلع لكن ده خلاص بقى يعرف يبلع ما شاء الله عليك يا غالي. ببدا ألقمه كلام مثلا من عمر زي كده. لا 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 لسه بدري لسه برضه لسه بدري هنأكل اهو تاني. بص يا عم اسلام قرب شويه كده تاني ايوه من الزاويه دي كده اهو بنفس الاتجاه برضه يمين الطير شمالي انا اهو وانزل ايه نص سنتي نص سنتي نص سنتي اهم حاجه ما غرقوش بس اهو اسيبه ثواني كده واكمل تاني. هو الطير بيفتح بوقه خلاص هو عارف الترند ده. نفس عدد مرات الاكل لحاجات اللي كانت اصغر يا استاذنا. العمر ده 3 ايام 3 مرات حلو قوي كل واحد مربي ما يقولش انا شغلي لا انت 3 مرات حسب اليوم مش شرط حسب شغلك انت. ما شاء الله عليه يعني مش كل ساعات معينه لا ده حسب الدنيا معاك. هو ربنا بيرزقهم على الشجر في ساعات معينه ونعم بالله صح. الله اكبر عليك يا غالي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يرزق الدوده في الارض ما شاء الله. فكل واحد ليه رزقه يعني دول بقى لهم يعني عشان استناك ان انت جاي النهارده النهارده بقى لهم دلوقتي بس 12 ساعات اخر مره كانوا واقفين الساعه 7 الصبح اهو تاني يا عم اسلام عشان الناس بتقول اهو. الله اكبر يا جماعه الله اكبر ما شاء الله 5-7 سنتي. لا ده هياخد اكتر ده هنا اكتر قد ايه مثلا؟ ده هياخد من 10-15 بس انا ما بديش كده انا ببص على الحوصله اتملت بقت قد ايه يعني بقى حضرتك عيني شويه يعني بشوف كده بشوف كده لا ده كده حلو قوي مش عارف يتحرك في نسبه في مكان ملهاش قوي ما تكبسهاش قوي. لا 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 مش بالونه ايه في فعلا يعني من كتر الاكل هو نفسه صح يا استاذ لا ممكن يحصل له حاجه لو مليته كله هياخد عادي يعني ما يضروش ولا لا قدر الله ما يفهمش طيب إيه؟ ليه بقى طيب ليه طيب ما ملاش لاخرها عشان يبقى في مكان للتنفس في للحركه وكمان لو جيت شلت دلوقتي وحطيته هنا يروح مرجع انا هتكبس الحوصله يعني عشان ما نتعبوش ونكبس على الهواء عنده. بص يا جماعه اهم حاجه نفضي الهواء يعني كانت السرنجه مش شرط المربي يجيب السرنجه زي دي نعملها ازاي يا استاذنا معلش تاني يعني انا بسحب بفضي الهواء فيها عشان الهواء ما يخشش في المعده. اخر زغلول اهو معايا ما شاء الله الدره ده دره هندي اخضر هندي في منه لونات كتير لكن الامريكي اخضر بس ما شاء الله في مصر اخضر بس بيتحطوا في يعني حراره بيها معينه في السن ده يا استاذنا
في الشتاء عم اسلام يستحب يبقى في حضانه بس انا مش هشتري فرد ب 1300 ولا ب 1200 جنيه وهشتري حضانه ب 1000 جنيه لا انا ممكن احطه في كرتونه تكون كويسه محكومه اعدي بيه اعدي بيه في الشتاء اللي فات ده الصيف بقى الدنيا تمام لا ما هو مفيش مفيش بيجيبه في الصيف يعني هم موسم بس في السنه هو بغبغانات في ما شاء الله عليك يا غالي تمام كده كله كده يا عم اسلام في سؤال انت سالته ايوه ازاي نخلي الطير اندهله يجي زي ما قلت لك ان هي بتواجه بعض المربين يفضل ياكل ويتعب مع الزغلول وبعد ما يكبر انا احطه على ايدي بيسيبني وطير طيب نعمل تدريب عملي ازاي الطير يجي بسم الله ماشي ما شاء الله ربنا يبارك بصوا يا جماعه النهارده اعلم الطير يجي ازاي بدي ازاي كل ابوكو ما شاء الله شفتوا الطريقه يا جماعه هو كده يجي لازم يبقى فيه مكافاه كوكو ما شاء الله خد يا كوكو قرب شويه عشان ده يجي خد يا كوكو اهو كله بيجي الله اكبر ما شاء الله هو كده كده في العمر من اول 35 يوم يبتدي يمشي ويقف الله اكبر عليك ربنا يبارك لك يا رب يا استاذ هو اللي يتعود يمشي خلاص هو كده معلش انا نقول دي تاني انا اسف من عمر قد ايه من عمر حسب نوع الطير انا الكوكتيل من عمر 35 يوم اعمل الحركه دي اندهله يجي بس يجي عشان ايه عشان في مكافاه ما شاء الله اللي هي السرنجه الدره الهندي والامريكي كوكو كوكو 40 يوم اول ما يبتدي يمشي ما شاء الله سانكونيور سانكونيور زي الدره برضه زنجبالي وتمنه الزنجبالي والتمن مثلا من عمر مثلا 60 يوم ما شاء الله الملون اللي ما شاء الله شفناه مع يويو اللوري مع لوري. يحيى دوت ده من عمر برضك 40 يوم ما شاء الله في اللي هو اللي هو ما شاء الله الكبير شويه الزنجبالي طب ثواني بس في نوع تاني كده خليك معايا في الفيديو ده اتفضل يا غالي عشان برده بقى من الدنيا ماشي ما شاء الله لازم اوقف كان اسمه يا رب اوقفه كده المكاو بلاند جولد ايه مكاو بلاند جولد في السن عمره قد ايه لا انت بتتكلم ان الحاجات اللي بتتفتن في 90 يوم وفي 100 يوم يعني انا بتكلم في الدوره بتاعت دوت صغيره غير المكاوات لا مالناش دعوه بس بره هي نفس الفكره ان هو اول ما يبتدي يمشي ادربه ان انا ادهله عشان دي ما جاش قدم الخطوه الغي الطاقه واعيدها تاني بعد ساعه علشان في الاخر الاقي طير حلوه النقطه دي دول كده يعني 20 يوم وتفتنوا تمام كده؟ كتير بتفتن من 45 يوم 45 مش 55 لا 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 لكن الباقيين دول 55 اللي هو كده اللي هم ايه الدره هندي الدره هندي 55 يوم امريكي والصن والامريكي 60 يوم الزنجباري الزنجباري في من 80 ل 90 ما شاء الله عليك عشان وضحنا برده كل التفاصيل لاي حد حبيبي يربي بغبغانات بعد اذنك يا استاذنا رقم التواصل برده 11 اتفضل يا غالي 4 3 7 3 5 9 8 2 ما شاء الله قرب دي كده استاذ يوسف الغاوي هسيب لكم برده يا جماعه يعني اللينكات على انستجرام على فيسبوك اللي حابب برضه يتواصل مكملين مع استاذنا الكبير ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وما تنسوش تركلهم تفعيل زر التنبيه عشان مفضل لا تسرقوا فيديوهاتنا اول باول وانتم طيبين يا جماعه ان شاء الله عليك يا استاذ لا تخليه حاجه طبعا مكانك دايما والله كبير شرف لي والله العظيم يعني بالحلقه دي مع حضرتك ويعني كل حلقاتنا بفضل الله دايما مضيف لنا استاذ ان شاء الله عليك من برضه ايه اليمين مش الايه نفس الطريقه بس في هنا السن بتاعها صغير ما شاء الله وبس اول ما تحطه فوق هو هيبقى لوحده ان خلاص العمر ده بقى كبير ده عصافير الكوكتيل ده كوكتيل البين كوكتيل البين بيتكلم استاذنا ولا بيتكلم مع ان في ناس قال لي يعني في ناس قالوا لي ما فيش يرجع للمربي ما شاء الله ممكن يكون معاك زنجباري وما يتكلمش يرجع للمربي سمعت ان حتى العصفور الاسترالي بيتكلم وبيرد الكلام الله اكبر في عصفور مع الفنان احمد مكي استرالي خلاه يتكلم ما شاء الله يا جماعه يعني هوايه جميله جدا وفخور يعني والله العظيم بالحلقه دي مع حضرتك بجد والله انا اللي في قلبي على لساني بفضل الله يعني فانا بجد يعني ليا الفخر والشرف بالحلقه دي مع حضرتك ان شاء الله اي حد عنده سؤال في اي حاجه ياخد الرقم بتاع من الاسلام على الراس يا غالي باذن الله عليك في الحلقه من غيري ما شاء الله مش مشكله واي حاجه احنا في خدمه الهوايه في اي معلومه الله يقول عليك يا غالي الفرق بين الذكر والانثى في الحاجات اللي زي كده لما يكبر شويه في الكوكتيل بالذات عشان ملوش ملامح زي كوكتيل ابو خد فبنستنى يتم الست شهور او الخمس شهور اللي بيصفر ده الذكر ده في الكوكتيل الايه الالبينو بالذات الله اكبر هناخد نقطه كده سهله كده ان شاء الله سلسه وخفيفه هنتكلم في الجزئيه اللي اتكلمنا فيها دي والحته اللي بتاعت يبلغ من امتى اللي عايز يفرخ وكده الكوكتيل يعني 10 شهور هنا يا استاذنا
التم الزنجباري من 4 سنين ما شاء الله. يبقى ذكر او نتاية كامل يعني جاهز للتزاوج. الله يبارك فيك. الذكر والنتاية لا بتحاليل. بتحاليل هنا غالي الذكر الدور الامريكي 3 سنين. اه اللي النقطه اللي يكون مطوق انت ما بتطوقش ما شاء الله. ذكر كبير بالغ بيبقى عنده الحمار اللي في القفا ده. تصور كده الحمار اللي في القفا ما شاء الله. اه هو واضح نعم. اللوري لا بتحاليل ده هنا تحليل. اه لازم تعملوا تحليل. اغلب البغبغانات اغلبيه البغبغانات تحليل. القدره الاستيعابيه في الكلام لا الزنجباري نمرة واحد طبعا. اه هنا كده ما شاء الله. ده الزنجباري ده كم كلمة مثلا الميموري بتاعه بيشيل بيعدي 200 و250 كلمة. الله اكبر ما شاء الله. غير لما يكون قدراته عالية يقول جمل بقى ممكن يقول كل والله واحد في نفس. الله اكبر. كوكتيل لا الكوكتيل 3-4 كلمات بكتير اخره. اه والصوت بيبقى واطي جدا ان شاء الله. مش بمقياس طبعا للزنجباري. الدرة الدرة زي ما انت سمعتها كده بتتكلم برضه بترجع للمربي في جمل وفي في كلمات. اه كل ما بيقول جمل بيبقى اعلى. قريبه من الزنجباري ولا لا 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 بعيده شويه اقل ولا اعلى؟ اقل في ارتفاع الصوت واقل في عدد الكلمات ما شاء الله عليك. اللوري اللي بره 3-4 كلمات كده. الحاجات المكوات والكلام ده بيعدي بقى. لا بيعدوا الحاجات دي. اه ما شاء الله. الله يبارك فيك. اه والاكل بتاعهم بيكون ايه يا استاذنا؟ اكل البغبغانات بيبقى كتير يعني في منه المصري في منه المستورد. في فواكه مجففه في كاجو ومكسرات ما شاء الله. بيبقى مثلا في اللب ده اساسي اللي ده بيمد الترب بزيوت كتير مع خلطات بقى. احنا كله شيخ وله طريقه في الاكل بتاعه. الله يبارك فيك. في ناس بتاكل المستورد اللي هو الكاجو والمكسرات. الفكره كلها ان انت تنوع في الاكل الخضروات والفواكه علشان تبني جسم طير كويس ما يجيش يعيا وتقول انا باكله كويس تقول انا باكله لب. اكل بيبقى كم مره في اليوم؟ معلومه برضو للناس المربيه الطيور المتدربه ما تعرفهاش الشبع. لازم تبقى على طول جعان اللي هو محتاج المربي بتاعه يقدم له المكافاه بتاعته. التفاحيه اللي بياكلها اللبايه حته البرتقال اللي هياخدها لازم يبقى فيه احتياج للمربي. لكن لو الطير اللي هو متدرب وعرف الشبع مش هيطيعك مش هيبص لك اصلا. الله ينور عليك. دي معلومه في بعض المربيين ما يقولش ان الاكل قدامه على طول الطير على طول اصله جعان. لا انت لو حطيت قدامه شويه لب هياكل ما شاء الله. ممكن اسال حضرتك عن ده؟ اتفضل. طب هاتوا كده عشان بردك الناس بتسالني كتير. اتفضل. ده يا جماعه ده ايه بقى؟ ده يا جماعه خشب مبروك. ده الايه بقى؟ ده بيتحط تحت الفروخ بيمتص فضلات الاكل وسوري فضلات الفروخ والميه بتاعتهم. حضرتك بتوفره برضو؟ موجود. اه موجود منه شكاري كيس. الله اكبر. انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه. اتفضل. البغبغان دون ده تمنه طبعا. احنا قلنا دون مختلف عن دون. ده نوع وده نوع. ده ما شاء الله لك كتر الله صورته قبل كده وهو صغير تاكل يده على نفس الترابيزه ما شاء الله وفاكر شكله حتى وهو بياكل. الفيديو انت كنت الله اكبر ما شاء الله لك كتر الله. النهارده عنده ربنا يبارك. ما شاء الله ربنا يبارك. بس وزي ما شفنا يعني شفنا على الترابيزه اللي هو بياكل يدوي ما شاء الله دلوقتي اهو شفته يا جماعه. هو كبير. بيطلع وبيمشي وهادي وبيسمع الكلام. حافظ جمل يا استاذنا؟ لا لسه دي لسه فاضل له شهر كده بس هو بيتلقن بيمرطن بشويه كلام مش مفهوم بس. الله اكبر. دي انا استاذ يوسف الحضانه. دي حضانه كده هاند ميد كده انا عاملها ما شاء الله بالله. لكن بعمل مستوى احسن من كده انا عاملها بس للبيت كنت مستعجل. دي بتبقى حضانه دي 50x50x50 50 عرض عمق 50 في ارتفاع 50. بعد اركب لها ترموستات ترمومتر ترمومتر يعني. حراره ورطوبه بيقيس. بيقيس الحراره ورطوبه من جوه. هوريك ازاي. دي افضل حراره كده ورطوبه في الجو اللي احنا فيه ده 35-37 ما تزيدش عن كده. رطوبه الرطوبه ابتدي اقلق من ال70 لما اكون الرطوبه 70 مربي يقلق. ليها برضك لما الرطوبه تبقى عاليه ليها حاجات بنعملها عشان ننزل الرطوبه شويه. ده هنا اللي حضرتك بتظبط بيه الحراره. هي الصندوق الصغير اللي فوق ده وحده التحكم بتبقى بعيد عن ما شاء الله الفروخ جوه. لو حد يصور الفروخ من ما شاء الله. بس لو حد يا استاذنا هيعمله ويظبطه بتكلفه ومحتاج حد يعني خبره فحضرتك ممكن توفر حاجه زي كده. لا موجوده محتاج. بعملها وهوريك برضك هبعت لك صور وفيديوهات ليها ما شاء الله. بص كده في هيتر اهو من جوه اهو يا جماعه بقى. وهنا ده صناعه يدوي حساس. ده هاند ميد كله بس ده مستورد مش مصر. الحاجات دي كلها مستورده مش مصر. ده عشان الحراره برده ما تفوتش ولا الكلام ده. بس فيها تهويه برده. ده الحساس ساعات في منتجات بتفوت في الحراره يعني سخانات بتفوت. لا قطع غيار جايه مستورده برده. قطع غيار بايظه نقدر نجيب غيرها ما شاء الله. جايز طبعا انها تكون بايظه. ده الحساس بتاع الترمومتر ده. ده اللي بيشوف الحراره. ده اللي بيشوف الحراره والرطوبه. وفي هنا الحساس اهو
الصباع النحائي الالومنيوم ده بتاع الترموستات ده، ودي اللمبة بتاع دي ايه غالي دي؟ دي لمبة، لا بس دي لمبة مش شغالة، دي بتاعت يعني بتقول لك ان هي شغالة بس انا مبدلها باللمبة دي عشان لما اجي ااكل لما اجي، لكن هي بتفصل ومتهويه، لازم تهويه برضه زي ما شايفين كده. لا 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 التهويه من على الجناب يعني. في هنا جناب بس مش هتبان. 6 خرام، 3 من هنا و3 من هنا. الله ينور عليك. تمام ما شاء الله عليك. وهنا برضه بيبقى في درج كده اهو للتنظيف. الله اكبر ما شاء الله. وكل انواع مع بعض في مكان؟ لا مش انواع، حسب العمر. انا بحط اعمار حسب يعني انت زي ما انت شايف كده، من عمر 15 يوم ده من عمر 12 يوم لغايه 15 18 يوم، وهنا هنا من عمر 20 يوم ل 25 يوم ما شاء الله، عشان ما يدوسوش على بعض. الله اكبر عليك يا غالي ما شاء الله. انا هبعت لك صور احسن اللي حابب يا استاذنا ينتج من البغبغانات، يعني حضرتك تنصحه بنوع زي ايه؟ لا هو مش 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 سهل ان انا اقول يلا افرغ بغبغان ما شاء الله لك وتعالى بالله. الله لازم لازم اربي البغبغان من عمر ده عشان اعرف طبعه ايه، وبالتالي اعرف اربيه واعرف فرخ مش سهل. هو ليه البغبغان غالي؟ لفرخه مش سهل، مش طول السنه زي الاسترالي والكوبتيه ما شاء الله. عشان افرغ مثلا النهارده حته زنجباري زي كده اهو، النهارده تمنهم 28000 الصيد، وال ما شاء الله والمصري والمصري بيخش 35 و37000 ما شاء الله. بس حضرتك لو حد حابب يدخل في الموضوع ويحط له سقف يعني ما انصحوش، لازم يبقى عنده خبره. عنده خبره امين، ما عندوش خبره وعايز يجازف فلوس يعني هي واحده واحده. لو حصل حاجه واحده واحده ما تدخلش على طول، لا لازم تربي من العمر ده وانت طالع. بس كنت حاجه قلت لك في حلقه سابقه يعني الجرين تشيك، الجرين تشيك اسهل حاجه. الجرين تشيك مش موسمي، ممكن الصيف يطلع، لكن الزنجباري الامريكي الدره الهندي اللوري ده موسم ما شاء الله. في بغبغانات موسميه وفي بغبغانات طول السنه. الله يبارك غالي نور مكانك دايما. واتكلمنا بفضل الله يعني في حلقه سابقه عن فتره يعني فصل البيض بالنسبه للبغبغانات نوع نوع وفتره الحضانه والدنيا دي، وما شاء الله كل بغبغان ممكن يجيب منها قد ايه قد ايه. هسيب لكم برده الحلقه اللي حابب برده يشوفها. نور مكانك دايما كبير. ما تنسوش تفعلوا جرس الاشتراك وتاكدوا تفعيل زر التنبيه عشان بفضل الله توصل لكم فيديوهاتنا الباول. نورتنا يويو، نورنا بابا، وربنا يبارك لك يا رب استاذنا يعني بجد يعني دايما بتضيف لنا وما شاء الله عليك. يعني لو متهيألي لو حد لسه جديد في الموضوع وما يعرفش اي حاجه يعني لسه يعني الدنيا معاك جديده، هو كده ما شاء الله يعني جاب يعني لم الخلاصه كلها من الفيديو. ربنا يبارك لك يا رب يا استاذ. في خدمه الهوايه الله يخليك، في اي وقت اشتريت هسيب لكم التليفون تاني تحت امرك في اي حاجه. صفحه الفيس استاذنا العاب يوسف الغاوي ما شاء الله، او جروب يوسف الغاوي تصنيع الاكسسوارات الطلبه. هسيب لكم باذن الله اللينكات في الوصف. الانستجرام لا مفيش، هو في على تيك توك؟ لا. في قناه يوتيوب؟ لا. ما شاء الله عليك يا غالي منور مكانك دايما وشرف لينا والله العظيم، يعني دايما اي حلقه مع حضرتك ده في الخوك الصغير واي حد برده هيصور مع حضرتك ما شاء الله عليك. الله يخليك غالي منور مكانك دايما وكل حضراتكم طيبين ودايما بخير وسعاده. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه ان شاء الله على خير. كلام معاكم اخوكم في الله اسلام كرم بيت الزهر. بعد اذن حضرتك يا استاذنا طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا صورنا قبل كده حلقه من محل حضرتك طبعا يعني اول محل في مصر بغبغانات فقط ما شاء الله والاكسسواراتها. هل في حاجات يعني حاجات جديده؟ انا سامع ان في حاجات جديده وكده، فممكن حضرتك يعني تشرح لنا اكتر؟ في اكسسوارات جديده والعاب جديده اتعملتها لل ما شاء الله للطيور البغبغان بالذات. تبقى تشرفني ممكن في رمضان. خلاص يا الحاجات دي منها يا استاذنا اللي هي ايه يعني العينه دي كده منها؟ الاستندات دي فكره جديده في ما شاء الله. ده اصغر مقاس استندات عينات يا جماعه. من هبعت لك الصور برده لغايه ما تيجي في رمضان هبقى اوريها لك. في ده اصغر ده استند مكتب في منه شكل تاني. دي فكره جديده طرحها استاذ يوسف. مش خشب ما شاء الله، واوفر شويه من الحاجات الاستندات اللي زي كده. هي مش اوفر بس فكرتها جديده، ان الحاجات الكبيره الثانيه بسمح للمربي اللعبه الاستندات دي تبقى عامله زي الميكانيك. ممكن يغير الشكل ويعمل شكل تاني ما شاء الله عليك. مش شكل واحد، هبعت لك الصور برده. الله يسعدك. واكيد طبعا انا عندي فكره بس انا حبيت يعني استاذ يوسف هو اللي يفيدنا بكل التفاصيل اكتر. محل تاني على راسي يا غالي، وانتظروا ان شاء الله جزء تاني باذن الله تعالى. نور مكانك دايما يا غالي. كل سنه وحضراتكم طيبين دايما ان شاء الله، يعني كده شايفينكم في حلقه ان شاء الله تليق معهم حضراتكم وضيوفنا الكرام، يعني منورين مكانكم دايما. على السلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله ربنا يبارك. اصغر حاجه اللي هو الدره الهندي ده بيبدا من 1300 ما شاء الله. ده بغبغانات السعر الموسم 2022 اقل نوع ساعه كده، مش على اقل نوع. هو الهندي والزنجباري جنيه ده في مصر. اي مربي لسه مبتدئ يقول لك انا عايز الدره الهندي، النهارده 2022 الموسم بتاعه 1300 ما شاء الله، 1500 مفطوم عشان اللي برده لو حد حابب يعرف
برضو ايه لو حابب برضو تجيبه نص صغير تشكله على ايدك ما شاء الله. الدر الهندي الاخضر عندك، دره هندي بلو اللي هو الازرق عندك، دره هندي فايلو ما شاء الله، عندك دره هندي لاتيني، دره هندي البينو. كل حاجه ليها سعرها عشان المربي ما يتلخبطش بين دي ودي. عشان ما عادش برضو استاذنا مع كامل احترام حضرتك، الدر الهندي ب 1300 وخلاص. لا كل لون وليه سعره. في ناس كمان قلت لك على البغبغانات ما شاء الله، يعني ما لسه هجيب حاجه كبيره عايز فلا انت ممكن تجيبه وهو صغير. ما شاء الله قلت لك الله الزبون اللي هو عايز يشتري يقول لك انا عايز حاجه في كذا، في 5000 في 6000. طبعا كل ما الحاجه عليت بيبقى الكلام اكتر. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله الله اكبر. ويعني في ايه قرانيه، ولولا اذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يزيد حضرتك من فضله ونعيمه ما شاء الله قلت لك بالله. طول مكانك دايما. السلام عليكم، اشوفكم في ضرب نار جايه كتير. اي اضافات غالي سلام عليكم. السلام عليكم.